تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 98 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط ما يقترب من 26 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط أكثر من 72 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط 625 قضية، من بينها 151 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط 12 قضية بمضبوطات اقتربت من 60 طن أقماح محلية.